خلينا دلوقتي نروح معاكم لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة اللي انطلقت فعالياته في دورة جديدة وهي دورة اليوبيل الفضي، بيشارك فيها 120 فيلم عالمي من 60 دولة. 25 سنة من الإبداع بالسينما التسجيلية والقصيرة، مهرجان ضمن كده لنفسه مساحة خاصة جدا في خريطة المهرجانات المصرية والعربية والعالمية، كمان بيقدم سينما أخرى، سينما مختلفة. معنا دلوقتي على الهواء الأستاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. بنصبح على حضرتك أستاذ عصام، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وكل سنة طيبين. دورة جديدة هي دورة اليوبيل الفضي، 25 سنة على انطلاق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، واحتفالية خاصة برائد السينما التسجيلية مئوية عبد القادر التلمساني. حابين نتعرف أكتر على خصوصية واختلاف دورة هذا العام. الخصوصية بتأتي من إن هي عدديا هي الدورة رقم 25، صحيح المهرجان عمره أكتر من 30 سنة، لكن كان توقف عدة دورات، وبالتالي دي الدورة 25، فكان طبيعي ان احنا نعمل احتفالية تليق بهذه الدورة وتناسب هذا التاريخ الطويل. فعاملين عدة برامج بجانب طبعا المسابقات الرسمية والبرامج الأساسية للمهرجان، عاملين برنامج خاص بهذه الدورة اسمه البرنامج الفضي، في حوالي 20 فيلم من أفضل الأفلام اللي اتعملت على مستوى العالم خلال 25 سنة اللي فاتت. جميل. في مجالات الفيلم التسجيلي أو الوثائقي، والفيلم الروائي القصير، وفيلم التحريك القصير. طب يا فندم، لو تعرفنا أكتر عن أبرز الضيوف المشاركين في المهرجان، سواء من الضيوف العرب أو الأجانب. عندنا طبعاً عدد من الضيوف متوزعين، بعضهم مكرم، عندنا ثلاث تكريمات. تكريم المخرج الامريكي ستيف جيمس، وهو واحد من اشهر الافلام، اشهر المخرجين التسجيليين على مستوى العالم. وعندنا من العالم العربي المخرج الفلسطيني مهدي فليفل، وعندنا من مصر الفنانه سلوى محمد علي. بجانب طبعا لجان التحكيم، في رئيس اللجنة مخرج إيطالي معروف حصل على أكبر الجوائز، وبقية أعضاء لجنة التحكيم، يعني كلهم قامات في مجالهم سواء كصناع أفلام أو كأساتذة ونقاد كبار، بجانب عدد من صناع الأفلام بقى من مختلف أنحاء العالم. فرصة طبعا أستاذ عصام إن احنا نتعرف على ألوان جديدة من الأفلام التسجيلية الوثائقية والروائية القصيرة، بتقدم لنا شكل مختلف من أشكال السينما. عايز أسأل حضرتك هنا، طبيعة الإقبال من الجمهور والتفاعل والتعرف على الألوان الجديدة دي في اتجاهات السينما؟ طبعا احنا عارفين إن السينما التسجيلية والأفلام التجريبية والأفلام القصيرة يمكن مش بتحظى بشعبيه زي الافلام الروائيه الطويله، والناس بتستغربها شويه لانها مش متعوده عليها، لكن اعتقد انه في مهرجان الاسماعيليه تحديدا بحكم تاريخه الطويل، فالجمهور الاسماعيلي بقى متعود على هذه النوعيات، وقرب النوع ده من السينما للناس كمان، يعني ده دور مهم جدا بيقوم بيه مهرجان الاسماعيليه. بالظبط. والناس لما بتيجي وبتشوف هذه الافلام بتعتاد عليها وبتحبها، ويعني في ناس حتى بقت يعني بتفضلها عن الافلام الروائيه الطويله، يعني او على الاقل بتديها مكانه خاصه في قلبها واهتمامها. طب يا فندم، الافلام المقرر تكريمها، هل ممكن حضرتك يعني تفصح لنا عنها؟ وايضا معايير اختيار الافلام ايه يا فندم؟ معايير اختيار الافلام، احنا عندنا اربع مسابقات. مسابقه للافلام التسجيليه الطويله اللي بتزيد عن ساعه، ومسابقه للافلام التسجيليه القصيره، بجانب مسابقه التحريك او الانيميشن، ومسابقه الفيلم الروائي القصير. فعندنا في كل مسابقه من دول في حد مسؤول عن المسابقه، معاه عدد من النقاد والسينمائيين
بتختار هذه اللجنة أفضل الأعمال من وجهة نظرها، ثم بنعمل بقى تصفية ثانية وتصفية ثالثة لاختيار يعني الأفلام اللي بتشارك في المسابقات. المعايير ممكن تختلف من حد للتاني، لكن المهم إنه شخص يحظى بالثقافة السينمائية، يكون شايف كويس قوي، ويكون موضوعي ومحايد، ويكون كمان ملم بما هو حديث. يعني احنا بنحاول في مهرجان الإسماعيلية كمان ان تبقى دايما لجان الاختيار يعني متابعه للتطورات الانواع الفنيه الجديده يعني. الانواع الفنيه الجديده والافكار الجديده، لانه هو مهرجان لنوعيه من الافلام مش بتسعى بالاساس للربح التجاري، ولكن للتجديد وللتعبير عن القضايا الجاده والموضوعات الحقيقيه. جميل. طيب استاذ حسام، السنه دي كمان في احتفاليه ل 100 سنه مئوية عبد القادر التلمساني، هو رائد السينما التسجيليه في مصر، وكمان مئوية انشاء النادي الاسماعيلي. صحيح. يعني تصادف بقى انه احتفالنا السنه دي بالجيل الفضي بيتزامن مع مرور 100 عام على مولد واحد من رواد السينما التسجيليه في مصر، مخرج وكاتب ومترجم وواحد من المؤسسين الكبار لهذه السينما، هو عبد القادر التلمساني. كمان احنا في مهرجان الاسماعيليه منذ عده سنوات اعتدنا على ترميم عدد من الافلام التسجيليه والتصويره القديمه اللي هي دلوقتي ما فيش منها نسخ كويسه تصلح للعرض، او انه النيجاتيف بتاعها يعني معرض طبعا للخطر والتلف. واحنا عندنا روائع من الافلام الكلاسيكيه التسجيليه يعني، فكل سنه بنرمم عدد من الافلام وبنعرض منهم يعني نسخ بقى الحديثه 4K، والنسخ دي بتبقى كانها يعني مولد جديد للفيلم. فكانت فرصه ان احنا نرمم 3 من افلام عبد القادر التلمساني ضمن مشروع مع ابنائه لترميم كل افلامه. جميل. يعني مشروع لاحق يعني يمكن المركز القومي يشارك فيه، لكن على الاقل عملنا 3 من افلامه وعرضنا 2 منهم في فيلم في الافتتاح. استاذ عصام، مده المهرجان يعني مستمر لحد يوم كام؟ وايضا امتى هيكون حفل الختام؟ وهل الافلام ممكن الجمهور يتفرج عليها في السينمات في الاسماعيليه؟ هو المهرجان بدا يوم الاربعاء 28 فبراير وبينتهي يوم الثلاث 5 مارس. يعني هو دايما مده مهرجاننا اسبوع، بيبدا يوم الاربعاء وبيقفل يوم الثلاث. عندنا عروض مفتوحه للجمهور، احنا ما عندناش تذاكر او دعوات قاصرة يعني على فئة معينة. لا، عروضنا مفتوحة في قصر الثقافة وفي مكتبة مصر وسينما دنيا، وأحيانا كمان حتى بناخد أفلامنا ونتوجه بها إلى ساحات شعبية، إلى مقاهي، إلى المدارس. وهكذا. ده شيء جميل جدا، نوصل بالسينما لكل الناس. عايز اسال حضرتك سؤال اخير، يعني من ايام قليله رحلت عن حياتنا المخرجه التسجيليه الكبيره سميحه الغنيمي، هل في اتجاه او تفكير لاداره المهرجان بتكريمها؟ احنا كرمناها بالفعل في حفل الافتتاح، يعني طبعا رائده من رواد السينما التسجيليه وخاصه في التلفزيون المصري، فاحنا صدمنا قبل المهرجان يعني عدة أيام قليلة برحيلها، ولكن اتصلنا بأهلها وكرمنا اسمها، وفعلا كانوا موجودين معنا في الافتتاح وتسلموا الهداء إلى اسمها يعني.
نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره. شكرا لحضرتك يا فندم.